لماذا تأكل أنثى الأخطبوط نفسها خلال فترة الحمل؟ العلماء في حيرة. أعماق البحار لا تزال تحمل في طياتها غرائب كثيرة ومخلوقات حيرت العلماء في سماتها الفريدة وسلوكياتها الغامضة. وأبرز تلك المخلوقات الأخطبوط، خاصة الأنثى التي فاجأت العلماء بأنها تأكل نفسها خلال فترة حملها، وهو ما دفع العلماء للبحث عن السبب الرئيسي لقيامها بهذا الفعل. مخلوقات خارجة عن المألوف، هكذا وصف العلماء الأخطبوط الذي يحمل أسرارا كثيرة في حياته، ومنها أن أنثى الأخطبوط تعذب نفسها حتى الموت خلال فترة الحمل، وهو ما كان محيرا للعلماء عن السبب. وتبين أنه يعود إلى التغيرات الكيميائية التي تحدث خلال الوقت الذي تضع فيه بيضها. الهرمونات سبب معاناة أنثى الأخطبوط. هناك مجموعة من الغدد تقع بالقرب من عيون الأخطبوط مسؤولة عن سبب التدمير الذاتي، إذ تنتج هرمونات الستيرويد خلال وضع البيض وتكثف هذا الإنتاج، كما أنها تعمل على إنتاج مستويات أعلى من 7-ديهيدروكوليسترول، وهو لبنة من الكوليسترول المعروف أيضا بأنه سام، وهو ما يجبر أنثى الأخطبوط على تعذيب نفسها وفق ما نشلته صحيفة ذا صن البريطانية. على الرغم من تحديد تلك الأسباب التي وجدها العلماء في دراسات مختلفة، إلا أن السبب الرئيسي والدقيق الذي يدفع أنثى الأخطبوط إلى إلحاق الضرر بنفسها خلال فترة الحمل لم يحدده العلماء بشكل كامل حتى الآن. قد تكون وسيلة من أنثى الأخطبوط لحماية صغارها من الأخطبوطات الأخرى، وفق الدكتور يان وينغ في جامعة واشنطن.